بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هنسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هشرح كورس أوتوكاد 3D. أنا قبل كده شرحت أوتوكاد 2D، والدروس اللي أنا شرحتها هحط لكم رابط الدروس في أعلى يسار الشاشة من فوق. النهاردة إن شاء الله أول درس هشرحه في 3D. دي واجهة البرنامج زي ما احنا شايفين كده، والواجهة دي اللي هي 2D. نعرف ازاي انها 2D؟ عندي هنا في الوركينج سبيس اللي هي درافتنج اند انوتيشن، تمام. انا لو رسمت ريكتانجل بالشكل ده كده، عندي الاكس والواي، لكن الزد اللي هي الارتفاع مش ظاهره فيه او مش موجوده. زي ما شايفين عندي الاكس اللي هي الاحمر والواي الاخضر، لكن الزد مش موجوده. يبقى انا كده برسم في ال 2D. انا عايزه احول ال 2D ده ل 3D. هاجي هنا اقول له اريز، اشيل الريكتانجل ده كده بالشكل ده كده، تمام. وهاجي احول من ورك سبيس هنا عندي فوق، شايفين سهمي ده كده، واحولها ل 3D موديلنج. في ناس بيقولي لي انها ما تبقاش ظاهره، ما عنديش هنا الجزء ده مش ظاهر. عندي هنا في سهم صغير زي ما شايفين كده، بفتحه موجود فيه اهو الورك سبيس جنبها، صح. لو انا شلتها كده بتختفي. يبقى انا هنا بفتحها من السهم ده كده، اهي ورك سبيس بتظهر لي. طيب لو ما ظهرتش عندي فوق، ممكن انا اجيبها من تحت. عندي هنا تحت اهو ورك سبيس سويتشنج، لو انا فتحت السهم ده كده اهي، عندي اهي 3D موديلنج. وممكن ان انا بظهرها او بخفيها من تحت عن طريق الكاستمايزيشن، بفتح الثلاث خطوط اللي موجودين عندي هنا، وعندي اهي الورك سبيس سويتشنج وجنبها صح زي ما احنا شايفين. لو انا شلت الصح دي بتختفي من تحت، تمام. يبقى احنا عرفنا ازاي ان احنا نحول او ان احنا نعرف مكان الورك سبيس. طيب انا هاجي افتح الورك سبيس كده واحول الشاشه عندي ل 3D موديلنج. على طول اتحولت الريبون اللي موجود عندي هنا فوق لاوامر ال 3D موديلنج، تمام. طيب يبقى دي اول حاجه احنا عرفناها. لو انا جيت بقى رسمت ريكتانجل بالشكل ده كده اهو، برضو هنا مرسوم لي في ال 2D ومش ظاهر لي ال 3D. طيب انا عايزه اظهر ال 3D الزد، بعمل ايه؟ بروح عندي هنا في الكيوب ده، شايفين الجزء ده، الجزء ده موجود فين؟ عندي هنا في الفيو اللي هو موجود عندي فيو كيوب. ممكن هو ما ظهرش عندك برضو، انا عندي هنا فيو بعدين فيو كيوب، باجي ادوس عليه كده بيختفي. لو رجعت تاني دوس كده بيرجع لي تاني زي ما احنا شايفين كده، يبقى هو اظهاره من الجزء اللي هنا. نفس الحكايه اليو سي اس ايكون، لو انا دوس كده بتختفي الزد والواي والاكس اللي موجودين هنا، لو انا رجعت كده بترجع لي تاني. يبقى عندي من الفيو هنا بتحكم في اظهار حاجات بتاعه ال 3D اللي موجوده، تمام. انا عايزه احول الشاشه بتاعتي ل 3D. احولها 3D ازاي؟ باجي عندي، شايفين الايقونه الصغيره دي اهي، باجي ادوس عليها كده اتحولت لي الشاشه ل 3D زي ما احنا شايفين، او عن طريق الكيوب ده هشرحه دلوقتي، لكن احنا الاول بنحول الشاشه زي ما احنا شايفين كده. ممكن طبعا اقفل الجريد عن طريق هنا اهو، بعمل اوف ليها من الجزء ده كده، او F7. على طول هنا ظهر لي الزد، شايفين اكس واي زد. طيب انا عندي هنا الزد دي مش موجوده، لان انا ما عنديش هنا ارتفاع للريكتانجل ده. هاجي اقول له اكسترود اي اكس تي، اهي اختصار اكسترود، تمام. واجي اختار الريكتانجل بتاعي كده وادوس بيمين الماوس انتر، واجي اعمل له ارتفاع. ممكن على حسب اتجاه الماوس بتاعي انا بعمل الارتفاع، فانا مثلا هعمل له ارتفاع 15 اهو. يبقى انا كده ظهر لي الزد، الزد عندي بكام؟ ب 15، اللي هي ما كانش ظاهره قبل كده. لو انا رجعته للطب تاني، ممكن انا ارجعه للطب بدوس هنا، شايفين في طب عندي كيوب هنا، او ان انا عندي هنا الفيو كنترول باجي اقول له طب رجعني للطب تاني اهو، واختفت عندي الزد، تمام. هنيجي نرجع لل 3D. يبقى انا كده عرفت ازاي ان انا احول ل
ال3D او ان انا اظهر الزد عندي. هنيجي بقى على الكيوب اللي موجود ده نشرحه. انا هاجي ارجع للطب هنا تاني كده ونيجي نشوف الكيوب. عندي الاول الاتجاهات زي ما احنا شايفين اللي هي النورث شمال، قصادها على طول جنوب هنا الساوث اس، وبعدين ايست شرق اللي هي حرف الاي زي ما احنا شايفين، الويست غرب اللي هو حرف الدبل. تمام، يبقى عندنا نورث ساوث ايست ويست، يبقى دي الاتجاهات. طيب انا هاجي احوله ل 3D زي ما احنا شايفين كده. انا عايز اغير الاتجاهات دي، اغيرها ازاي؟ ممكن ان انا احرك الكيوب نفسه، شايفين بحركه عن طريق الماوس، بدوس على الماوس واجي الفه زي ما انا عايزه. انا عايزه الفه كده عكس توب فرونت رايت بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهو، يبقى انا ممكن اعكس بالشكل ده. لو انا عايزه اظهر الفرونت بس باجي ادوس على الفرونت، شايفين فرونت هنا، بدوس عليها بالشكل ده كده وهيظهر لي اسهم بالشكل ده. الاسهم دي لو انا حركتها ادي اداني رايت، اداني باك، التاني ليفت. نفس الكلام هنا، في اسهم هنا وهنا، هاجي هنا مثلا اعمل كده، شايفين اداني البوتوم في الاتجاه ده، بيديني الاتجاهات حسب الكتابه اللي موجوده. النورث اهو رجعنا تاني، لو انا عملت كده التوب اهو، باك، ليفت، شايفين؟ يبقى احنا بنعمل حسب الاتجاه دي. ممكن ان انا احرك الدايره اللي تحت دي اهي عن طريق الماوس اهو، بتلف معايا زي ما احنا شايفين، بتديني اللي انا عايزاه. تمام؟ طيب لو انا عايزه ارجع تاني باجي اقف على الايقونه دي كده، بيرجعني للدبليو سي اس اللي هو الاصلي اللي انا عملته في الاول. طيب الاتجاهات دي موجوده فين تاني؟ موجوده عندي هنا في الكاستم فيو اللي هي فيو كنترول. لو انا دوست عليها بالماوس بالشكل ده اهو، توب بوتوم ليفت رايت فرونت باك، شايفين؟ وبعدين بيقول لي اس دبليو ايزومتريك، ساوث ويست، ساوث ايست، نورث ايست، نورث ويست، اهي شايفين بالشكل ده كده. يبقى انا ممكن عن طريق هنا اهو بختار اللي انا عايزاه، ممكن ان انا اعمله برسبكتيف. يبقى انا بحرك بيه الماوس باي كورنر بقف عليه اهو، شايفين الكورنر ده بيغير لي الاتجاهات زي ما احنا شايفين كده اهو بالشكل ده. وبرده هنا من النص لو انا دوست كده اهو، شايفين عمل لي ايه اهو، بيغير لي الاتجاهات اللي موجوده، وبرجع تاني بالشكل ده. ممكن ان انا اعمل لنفسي يو سي اس جديد، باجي افتح السهم ده واقول له نيو يو سي اس، بدوس عليها كده اهو، بيديني الاكس والواي والزد، بحطها في المكان اللي انا عايزاه. انا مثلا عايزاها في المكان ده اهو، وباجي بقى احددها الزد فين والاكس فين والكلام ده كله، خلاص اهو، والواي هنا. يبقى انا كده عايزه الاكس والواي والزد بالشكل ده كده، يبقى انا عملت يو سي اس جديد. لو عايز ارجع للقديم بقول له دبليو سي اس. تمام. هنيجي بقى على الجزء ده اللي هو نافيجيشن. فين الجزء ده موجود؟ عندي هنا في الفيو موجود عندي هنا، وعندي اهو فيو بورت تورز، وجنب الكيوب موجود. ممكن ان انا اقفله كده بيتشال معايا. في البان ان انا بحرك الشاشه زي ما انا عايزه، بحركها في اي مكان احنا شايفين. وفي عندي الزوم اكستنت بيجيب لي كل الرسومات اللي موجوده في الشاشه. وعندي كمان الاوربت، لو انا دوست عليها كده اهي بنلف الشكل بتاعنا عن طريقها بالشكل ده كده. تمام. وبعدين عندي هنا في 2D واير فريم، لو فتحتها كده ممكن ان انا اعمل شيدد للشكل اهو، ممكن ان انا اعمله هيدن. عندي اكتر من حاجه ممكن ان انا اظهر بيها الرسمه. تمام. عندي هنا بقى في الشرطة دي زي ما شايفين كده، لو انا دوست عليها اللي هي الفيو بورت كنترول، بدوس عليها بالشكل ده كده وباجي عند الفيو بورت، ممكن ان انا اعمله تو فيرتيكال او هوريزونتال او 3 رايت. لو انا عملت مثلا تو فيرتيكال، شايفين اسملي الشاشة اتنين. لما بدوس على الشاشة اللي انا عايز اشتغل عليها بدوس عليها بيعمل لي خط ازرق زي ما احنا شايفين كده. ممكن ان انا بقى اشتغل في الشاشة دي عن الشاشة دي، باجي مثلا اجي هنا اعملها شيدت مثلا، ممكن ان انا احولها للتوب بالشكل ده
عكس الشاشه اللي موجوده عندي هنا. يبقى انا ممكن ان انا احول الشاشه عن طريق هنا اهو، باجي ادوس كده واجي اقول له فيو بورد كونفيجريشن، وبعدين بختار اللي انا عايزاه مثلا فور رايت اهو بالشكل ده كده، عمل لي الشاشه اربعه، قسمها لي اربعه بالشكل ده. تمام، ممكن ان انا ارجع تاني اقول له ماكسيمم فيو بورد، رجع لي لشاشه واحده زي ما احنا شايفين كده. طبعا في حاجات كتيره احنا هنشرحها بعد كده ان شاء الله في 3D موديلنج اوتوكاد. بكده انا خلاص الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.